وقف له كده الطياره دي قدامه. يا 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 يو ياها يا جامد. ايوه يا بطل. اصدقائي النهارده هنشوف سبونج بوب وهو بيتحول لهالك العملاق ومعاه القوه الخارقه زي ما كلكم طلبتوا في الفيديو اللي فات ان انتوا عايزين البطل الخارق العملاق هالك. فانا سبونج بوب لازم يجي الاول علشان هيتحول دلوقتي. فيلا نعد مع بعض من واحد لثلاثه وهتلاقي سبونج بوب ده دلوقتي اتحول وبقى هالك. واحد اتنين تلاته. ودلوقتي اصدقائي زي ما انتوا شايفين سبونج بوب اتحول وبقى هالك العملاق ومعاه القوه الخارقه بتاعته. وهنشوف القوه الخارقه اللي معاه دلوقتي هيقدر يعمل بيها ايه. هو طبعا كل ما بيزعل ويغضب بيبقى القوه بتاعته قويه جدا، فاحنا عايزين نزعله. يهو واو. ايه ده؟ ده كسر الارض. استنى يا عم هالك يا عملاق يا جامد، وسع يا ابني الطريق، وسع الطريق لهالك العملاق. اوعى شايف، بص بقى، بص بص السرعه بتاعته، بص السرعه بتاعته وهو بيجري. يهو واو. اي سياره هتقف قدامها هيشيلها. ايه ده؟ ايه ده؟ دي سياره عصابه. تعالوا تعالوا روح. يا تضربوني؟ بتضربني يا صاحبي؟ يا بس بالراحه عليهم يا هالك، بالراحه عليهم وبطل تضربهم. تعال انت كمان. ياهو اي رقبتي. انت اللي لسه موجود. تعالى هخطفك، هاخدك واطير بيه. تعرف تطير بيه يا هالك؟ يهو يا الضربه القاضيه يا جماعه. هالك قضى على العصابه في اقل من 10 ثواني والحمد لله. فنشناهم كلهم. مفيش حد طبعا يقدر يقف قدام هالك، القوه الخارقه بتاعته قويه جدا جدا فوق ما تتخيل. لا ومعاه قدرات خارقه ثانيه. بص القوه دي. استنى استنى، لا 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 نغير نغير دي مثلا. واو احنا هنجرب كل القدرات الخارقه اللي معانا لان انا معايا قدرات خارقه كتير جدا. ممكن نجرب على الناس دي. يهو دي بتوقع دي ولا ايه دي؟ ده ايه ده؟ ايه ده؟ يا نهار ابيض يا جماعه الليزر. واو بص بص استنى، الشرطه جايه دلوقتي اهي. الشرطه جايه هنجرب عليهم القوه دي. هما فين؟ هما فين؟ هما فين؟ فين الشرطه؟ اهم اهم جايين من هنا تقريبا، جايين من الطريق ده. هما اختفوا ولا ايه؟ شكلهم خايفين مني. صارت شرطه اهي، تعالي. يو ما تضرب يا عم. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ إيه ده؟ استنى استنى، ايه ده؟ ايه ده؟ ده ما بيضربش. انت يا عم هالك. ايوه لا 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 صخره، والله شال صخره وضربه. وانت وانت تعال. يو هو هو. لا لا نجرب قوه ثانيه مثلا دي. لا مش دي، مش دي اللي انا عايز. انا عايز بتاعه الليزر اهي. لا ولا دي برضو. استنى اهي. يو واو دي اللي بيكسر فيها المدينه كلها. ده بيطلع بقى قوه الغضب اللي فيه. تعالى. ايه ده؟ ده بيضربوني بالبوازيك، بيضربوني بالبوازيك. تعالى يا بتضربني بالبازوكه. طب روح بقى، روح روح. خلاص يا هالك، خلاص يا عم هالك، ارميه 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 يا ابني بقى. ايوه كده كفايه ضرب فيه. تعالى نروح للعصابه اللي بتجري بالسياره بتاعتها هناك دي، فاكرين ان مفيش حد هيعرف يوصل لهم. اهم اهم اهم. تعالى تعالى خد يالي، خد تعالى. يا استنى بس، انا هشيلك انت كمان. ده زعيم العصابه بتاعهم بقى، ده فيكتور، ده اللي مهربهم من السجن. روح لا 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 راح فين؟ راح بالراحه على الراجل يا هالك، بالراحه على الراجل. استنى ده اللي هربان من السجن. الحمد لله قضينا عليهم في ثانيه. هالك يا جماعه القوه بتاعته فوق الوصف والله العظيم. ايه ده؟ بس هي مشكلته على فكره ايه؟ ان هو ما بيطيرش، هو بيعمل جامب عالي بس. بص جامب عالي مش اكتر من كده يعني، بس السرعه بتاعته حلوه قوي. بس بقى هالك لو قابل بقى سوبرمان مين اللي يكسب فيهم؟ ده بقى اللي هنشوفه في الفيديو اللي جاي. الفيديو اللي جاي هجيب لكم سوبرمان وهالك والاثنين ينزلوا ضرب في بعض ونشوف بقى مين اللي هيكسب. وسع يا عم انت اهو، وسع الطريق. طب انا هجيب لكم دلوقتي حاجه حلوه قوي، هنودي له القطر ونشوف يقدر يوقف القطر بالقوه الجباره اللي معاه دي ولا لا. استنى بقى، اهدى يا عم هالك وانت عمال تجري كده، اهدى شويه. خلينا نروح نشوف اي طريق قطر كده ونشوف هنقدر نوقفه ولا لا. وي وي هو بيقدر يشيل السياره ويطير بيها ولا لا؟ يو والله بيشيل السياره ويطير بيها. يو واو ايوه يا جامد. يا نهار ابيض يا جماعه. استنى استنى نطير فوق ونرمي السياره. لا الابيض يا جدعان، دي بقت حتت صغيره، دي ما بقتش موجوده. يخرب بيت عقلك يا هالك. استنى لا لازم نروح لسكه قطر دلوقتي، نروح بس ندور على اي قطر. ايوه اجري 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 يا هالك اجري. واو لا 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 اوعى تقع بس هنا. ايوه امشي بقى من الطريق ده، تقريبا هنلاقي طريق قطر في المكان ده. اجري 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 اجري. لا لا يا هالك اوعى تتعب مننا، شكله هيقع دلوقتي. اوبا ده طريق قطر. لا مش طريق قطر اهو، ده طريق. لا لا برضو مش طريق قطر. استنى طريق القطر راح فين؟ اختفى ولا ايه؟ القطر خايف يواجه هالك يا جماعه، القطر خايف يقابلني. يو استنى ممكن من فوق من هنا كده نطير وندور على طريق القطر اللي هو ده. اوه انا هستنى هنا بقى، استنى هنا يا هالك لحد ما القطر يجي. اوكي ممكن نجهز مثلا المكان. تعالى يا عم عايزين اي سياره. يا ابني انت بتجري راح فين؟ استنى 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 اجري 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 اجري. القطر يا شباب القطر. وقف له كده الطياره دي قدامه. يا 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 يو يا
بطل. خلاص خلاص يا عم الك، ده انت فنشت القطر، ده القطر ما بقاش موجود، ده شال القطر اصلا كله. يلا اهو ما عادش في قطر من هنا هيعدي. يا سلام عليك. هي الشرطه خافت منه ولا ايه؟ ما فيش حد جالي. مشوا اربوا بسرعه. ايه ده غزاله؟ الله تعالى يا غزاله. الله اول مره صوت غزاله والله في اللعبه دي. استني يا غزاله، استني بص انا هوريك فسحه فوق في السحاب. لا يعمل لها الفينش. الابيض يا جماعه، عمل لها الفينش بتاعه ابو السحيل. استنى في عصابه هالك، انت جاي النهارده عشان تفنش العصابات، اجري بسرعه في عصابه قدامك والله. اجري 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 هالك. واو يا سلام على الجامب بتاع. لا يا عم انت بتضرب اي حد يقابلك وخلاص ولا ايه؟ جامب تاني. ياو العصابه اختفت، العصابه خفت ومشيت. اعمل ايه انا بقى دلوقتي؟ مش عارف اعمل ايه في ايه ده؟ دي الغزاله اتفنشت. تعالى ده كانت نايمه. لا يا عم ارميها ارميها، مالناش دعوه بالغزال. خلينا نجري بقى نشوف بقى العصابه موجوده فين. استنى ممكن نتصل بالتليفون ونروح لزعيم العصابه. انا هروح لزعيم العصابه دلوقتي. استنى 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 استنى. وي واو عايزين نركب سياره، ينفع اركب سياره؟ استنى كده ولا ايه؟ والله ركب سياره. استنى استنى اهو ركب سياره يا جماعه. اوه عيالي وسع على الالك يالي. لا يا عم ده نزل من السياره عشان يضرب البنت دي. استنى استنى اركب السياره دي. وسع يا ابني انت اهو، انت ما تبوظهاش بس. ايوه بص يا عم الحاج وسع انت اهو بقى بدل ما اضرب. ايه ده اللي حصل؟ لا انا اتغيرت، قبض عليا، غيروا القوه الخارقه بتاعتي. لا يا عم انت يا عم انا فين؟ فين هالك؟ هالك اتحول يا جماعه، انا بقيت انسان عادي. فين يا ابن هالك انت وهو؟ انتوا ضحكتوا عليا ولا ايه؟ طب انا بقى هالك بقى لما لازم يغضب، لازم يغضب عشان يتحول ويرجع تاني. ولا 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 باللي بيضربني ده. تعال تعالوا مش هسيبكم. يا خلاص يا عم كفايه ضرب في ده. نهار ابيض. واو غضب بس ما تحولش للشخصيه بتاعته. مش عارف ليه مالك يا هالك؟ في هالك، ارجع يا هالك للشخصيه بتاعتك، لازم ترجع يا هالك. استنى بس ما نروح للعصابه دي نفنشهم يمكن يرجع لشخصيته الطبيعيه. هي هي عصابه عصابه عصابه، تعال يا عصابه اجري يلا امسكهم يلا يا عم اجري يا عم وراهم اقوم اجري اجري امسك يلا امسك يلا حل عليهم حل عليهم يا عم حل عليهم. يا تعالوا يو يو يا سلام عليك يا هالك. استنى نغير القوه بتاعته كده، انا مش عارف هيرجع تاني للقوه بتاعته امتى. ايوه يا جامد. نهار ابيض يا جماعه، يا عم وسع الطريق وسع الطريق اهو اهو ده ايوه هو ده ديله. ايوه كده في واحد هناك اهو، هاتوا هالك هاتوا هالك. هو ده هالك يا جماعه بس متحول مش عارف ليه، حد مزعله باين. تعالى يلا انت اهو يلا خد يا صاحبي. بتضرب هالك العملاق؟ بتضرب هالك العملاق يا جامد يا جامد يا جامد. بس خلاص خلاص يا عم هالك ارمي بقى لما نشوف ايه اللي حصل ده. انت ازاي نرجعك للشخصيه بتاعتك الطبيعيه تاني؟ واحد معاه بازوكا بيضربني بيها، ده مجنون ده ولا ايه؟ عارف انا هوديك فين؟ فوق السحاب وانزل بيك. فينش 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 الابطال الخارقين. يا سلام عليك يا صاحبي، ايوه كده هو ده الصح. واو يا جامد. شاف واحد بموتوسيكل، انا عايز اركب موتوسيكل. خد يا عم انت صاحبي، خد يا صاحبي خد يا صاحبي. اجري يلا هالك يلا، ما تسيبوش ما تسيبوش ما تسيبوش ما تسيبوش يا هالك، ما تسيبوش اجري وراه. احنا لازم نركب الموتوسيكل ده، في زعيم عصابه لازم نقبض عليه. لا 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 ده انا طيرته، ده انا خليته يجري بسرعه. اجري يلا ما تسيبوش يا عم. اقف يا عم انت يا عم بتاع الموتوسيكل انت، استنى طيب. اه يا جدع بقى ايوه كده، عايز اركب الموتوسيكل بتاعك الحلو ده. تعالى اجري 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 اجري. وي هو راح فين الموتوسيكل؟ يا نهار ابيض ده سافر الموتوسيكل اهو. ايوه اركب بقى الموتوسيكل يلا يا صاحبي، خلينا نلحق نوصل لزعيم العصابه. لا يا عم يا عم انت سبت الموتوسيكل بتاعك ليه؟ اركب اركب اركب، انا خلاص مش هنزل منه مش هنزل منه. القوه الخارقه اللي معاه بس ملخبطاه شويه، فاحنا ممكن لما نقبض على زعيم العصابه ده إيه القوه الخارقه بتاعتنا ترجع لنا تاني. وسع يا عم الطريق انت وهو، وسعوا الطريق كل وسع الطريق، وحد يقف قدامي انا هالك يا جماعه. بس لسه ما تحولتش، هتحول كمان شويه بالظبط. ويوا 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 اجري يلا. زعيم العصابه فين؟ استنى نشوف مكانه على الخريطه. يا نهار ابيض ده بعيد جدا. ايه ده يا عم؟ ايه المسافه دي كلها؟ ده كله عشان اروح اقبض على زعيم العصابه. ماشي هنقبض عليه باذن الله. يلا بس خلينا نجري بسرعه. وسع يا ابن الطريق، كله ابعد عن الطريق بتاعي، انا رايح لزعيم العصابه اقبض عليه. زعيم العصابه ده اللي مبوظ المدينه كلها على فكره يا جماعه، المدينه كلها بايظه بسببه، فانا هروح اقبض عليه دلوقتي. وسع وسع انا ما تخلينيش اضربك وانا ماشي بالموتوسيكل بتاعي، لو ضربتك هنزل وهسيب الموتوسيكل. ايه ده؟ طب ما انا اخدها جري احسن. استنى يا عم انا اعلم على مكانه واخدها جري احسن اهو. استنى بس انزل يا ابني انزل يا ابني، خدها جري خدها جري، والله لو خدناها جري اسرع، ده الموتوسيكل بطيء. واو شايف هالك هو بيجري؟ ايوه هالك يا جابر. ياو واو
والله سريع جدا. يا نهار ابيض يا جماعه، ايه ده؟ وصلنا في ثانيه. نقعد بقى نركب موتوسيكل ليه؟ استنى اهو، وصلنا في ثانيه، وصلنا في ثانيه، وصلنا في ثانيه. لا هو راح فين؟ هو فين زعيم العصابه؟ خاف منه ولا ايه؟ استنى، رايحين له، رايحين له، رايحين له في الطريق. يهو يهو، يا سلام يا سلام، اجري يلا. ايوه يا جامد. يو لا 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 لا، استنى. يهو، هو شكله موجود هنا يا شباب، زعيم العصابه موجود هنا، موجود هنا، هيظهر دلوقتي. لازم نركز، لازم نركز عشان نعرف هو هيكون موجود فين بالظبط. زعيم العصابه، انت فين يا زعيم العصابه؟ اظهر وبان عليك الامان. الناس كلها خافت تقريبا ومشيت، ومفيش اي حد موجود، ولا في زعيم عصابه ولا في غيره، كله هرب من المدينه بسبب القوه الخارقه بتاعه هالك. انت يا زعيم العصابه؟ والله شكلها هي زعيمه العصابه. ايه في ايه؟ في حاجه ولا ايه؟ خد يا بنت تعالي، انت اللي عارفه مكان زعيم العصابه، تعالي قولي لي على المكان بتاعه. والله شكلها هي، ممكن يعني، ممكن، انا حاسس ان هي 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 زعيمه العصابه. تعالي يا بنت، انت زعيمه العصابه؟ اقف هنا. لا سلمي نفسك، ارفعي ايدك فوق. خد يا بنت. يا لهوي يا جدعان، بتهرب. تعالي، هي زعيمه العصابه بس مش راضيه تقف مكانها. عامل فيها ايه دي؟ اضربها ولا اوديها فين دي؟ هي زعيمه بصي انا هعمل لك الفينش بتاعك، ويلا هوبا فينش دبل تريك. اوكي يس نو، فنشت يا جماعه، عليه العوض، فنشنا زعيم العصابه. طبعا اصدقائي، عجبكم الفيديو بقى تنسوش تضغطوا على زرار اللايك وتشتركوا في القناه، والسلام.